أيها السادة، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. عود إلى مائدة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نقول لحضراتكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا علم من أعلام مصر والعالم الإسلامي وعالم من أعلام قراء محافظة الشرقية والقنوات الفضائية المصرية، فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أمر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر من عندنا
من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذن النون إذ ذاك مخاطبا ظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وزكريا إذ نادى ربه ربي لا وأنت
خير فاستجبنا له وهبنا له يحيى فاستجبنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا
وجعلنا وبنانا وجعلنا وبنانا فلا تكفران للسعي
صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. عشنا يا سادة في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا علم من أعلام قراء محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم.